السلام عليكم. والسلام. مساك الله بالخير يا شيخ. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. السؤال الأول يا شيخ. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة عندما يقول بما فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. معي يا شيخ؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى يا شيخ. في الفتاوى نقل عنه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أنه يقول ولسنا نقول إن الله يعرف بالمخلوقات. بل المخلوقات كلها تعرف بالله لكن معرفته تزيد بالنظر في مخلوقات الله. فما درايك يا شيخ يعني هل في تعارض بين كلام الشيخين؟ لا مش عقيمة. لأن الشيخ الإسلام يقول الله يعرف بالفطرة وأيضا المخلوقات تزيد. نرى بها أدلة كثيرة منها المخلوقات. كيف يا شيخ؟ نرى بها أدلة كثيرة منها المخلوقات من قدرته. يعني مقصود الشيخ محمد أنها ان هذه من ضمن معرفات بالله. نعم. احسن الله لك. كان توجيه هذه الثلاثه الاسئله على فضيله الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه مساء الاثنين غره شهر شعبان من شهور سنه 415 واربعمائة والف من الهجره النبويه على صاحبها افضل الصلاه والسلام في مدينه الرياض.